فصارت المسألة شنو؟ اجتهادية. وما دامت المسألة اجتهادية يلزم المكلف أن يعمل بالاحتياط حتى يحصل للوثوق بدخول الوقت. ومن هنا الأحوط تأخير صلاة الصبح في البحرين في غير الليالي المقمرة 10 دقائق و11 دقيقة. يعني إذا كان الأذان الآن يصير 3:25 الأحوط تقيم الصلاة الساعة 4 إلا كم؟ إلا 24 دقيقة تقريبا، 10 11 دقيقة فارق. هذا بالنسبة إلى الصلاة. يعني صلاة الصبح الأحوط تأخيرها بدل المقدار. بالنسبة للإمساك لا، قدم.